جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر. حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 3433 عنصراً إجرامياً، ومصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بنطاق 25 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سلاح، قتل، مخدرات، سرقة. وضبط معهم 1472 قطعة سلاح ناري أبرزها رشاش جرينوف، و190 بندقية آلية، و197 بندقية خرطوش، و69 مسدساً، و1014 فرد محلي، وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 435 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 4678 قطعة سلاح ناري بحوزة 3975 متهماً، أبرزهم 2 جرينوف رشاش، 530 بندقية، 395 بندقية آلية، و224 مسدساً، و3520 فرد محل الصنع، وكميات من الطلقات مختلفة الأعيرة، و511 خزينة، إضافة ل6778 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط 5 ورش لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال شهر في ضبط 30 تشكيلاً عصابياً ضموا 104 متهماً، قاموا بارتكاب 166 حادث متنوع. كما تم ضبط 535 متهماً من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وتم كشف غموض 332 حادث ما بين خطف وقتل وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 526 متهماً. كما تم إعادة 24 سيارة مبلغ بسرقتها. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 2,341,474 حكماً قضائياً، من بينها 9,232 حكم جناية، و716,203 حكم حبس جزئي، و127,884 حكم مستأنف، و1,157,227 حكم غرامة، و330,928 حكم مخالفة.